الثابت الأول، الشيء الذي لا يختلف عليه اثنان في الأرض، هو هذا الكون. الشمس شمس، القمر قمر، الليل ليل، النهار نهار، الجبال، البحار، البحيرات، الأنهار، الأسماك، الأطيار، النباتات، الجمادات، المعادن، أشباه المعادن، المخلوقات، هذا الكون هو الثابت الأول، ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله. هذا الكون قرآن صامت، هذا الكون يمكن أن يقرأ فيه أي إنسان عربياً كان أو غير عربي. هذا الكون لا يختلف عليه اثنان، هذا الكون ينتفع به كل إنسان، لذلك يعد الكون أكبر ثابت من ثوابت الإيمان. الكون يدل على الله، في الكون حكمة تدل على الحكيم، في الكون رحمة تدل على الرحيم، في الكون تسيير يدل على المسير، في الكون مخلوقات تدل على الخالق، في الكون لطف يدل على اللطيف، في الكون جمال يدل على الجميل. كأن هذا الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، وهذا الكون ثابت متفق عليه، الكل يخضع له. لذلك في عصور الاضطرابات العقدية، في عصور الفتن والضلالات، يبقى الكون هو الثابت الأول. مهما يكون الإنسان معانداً أو عنيداً أو مستكبراً، كيف لا يخضع لآيات تأخذ بالألباب؟ كيف لا يخضع لمجرة تبعد عنا 20 مليار سنة ضوئية، وأن الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300 ألف كيلومتر؟ كم يقطع في الدقيقة؟ كم يقطع في الساعة؟ كم يقطع في اليوم؟ كم يقطع في الشهر، في السنة، في 20 مليار سنة؟ وفي الأرض آيات للموقنين. لذلك ما من عبادة أعظم من عبادة التفكر. التفكر هو السبيل إلى الله، بل إن التفكر بآيات الله، بآياته الكونية، وبآياته التكوينية، وبآياته القرآنية. آياته الكونية هو الكون، معظم السور المكية تبدأ بآيات كونية، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ آيات كثيرة تدعونا بأمر واضح صارخ، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أولم يروا؟ الآيات كثيرة تبدأ بأولم يروا. أيها الإخوة الكرام، آيات الكون في القرآن الكريم منهج لنا، رؤوس موضوعات للتفكر. هذا الماء من يخزنه لك في الجبال؟ قال تعالى: وما أنتم له بخازنين. لنا وقفة متأنية عند الكون، ولكن في هذا الدرس نسير على مقومات التكليف سيراً سريعاً. الكون الثابت الأول، الكون لا يختلف عليه اثنان، الكون
أهل الأرض قاطبة معجبون بعظمة خالقه، لذلك هذا الكون دققوا. سخر للإنسان يوم حمل الإنسان الأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. يوم قبل الإنسان حمل الأمانة سخر له ربه ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، لأنك من بني البشر، أنت المخلوق الأول، الأول رتبة، من عرف نفسه عرف ربه، لأنك من بني البشر، لأنك إنسان، أنت سيد البشر، أنت المخلوق الأول، ولكن هذا المخلوق الأول إما أن يكون فوق الملائكة، وإما أن يكون دون الحيوان. ركب الملك من عقل بلا شهوة، ركب الحيوان من شهوة بلا عقل، ركب الإنسان من كليهما، فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير ما برأ الله. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ أتعلم أنك إن عرفت ربك فوق الملائكة؟ أيها الإخوة، الله عز وجل له آيات كونية ينبغي أن نتفكر بها، وله آيات تكوينية، يعني أفعاله، ينبغي أن ننظر إليها.